السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نتائج الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وبعد نهاية الجولة الثالثة يتصدر ليفربول للدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، منفردا بالصدارة عن أقرب ملاحقي مانشستر سيتي ب7 نقاط. طبعا ليفربول وحلم كل ليفربولي إنه ياخد الدوري الإنجليزي. طبعا محمد صلاح كان تألقه اللافت للنظر الجولة دي، وكان هو سبب من أسباب الفوز الكبير على فريق كبير بحجم الأرسنال. طبعا هنتكلم في كل المواضيع دي، وهنتكلم عن البيك سيكس، وهنتكلم عن رياض محرز المظلوم والمضطهد في مانشستر سيتي. يلا بينا نخش على الحلقة. اولا هتكلم في عجالة عن مباراة الارسنال وليفربول، اكبر مباراة في الجولة التالتة وامتع مباراة في الجولة التالتة. طبعا زي ما قلنا تألق نجمنا المصري محمد صلاح. محمد صلاح بيقود ليفربول لصدارة الدوري الانجليزي، وبيقود ليفربول للفوز على الارسنال بنتيجة 3-1. محمد صلاح عمل كل حاجة في المباراة دي، كان من افضل اللعيبة اللي موجودين في المباراة دي. محمد صلاح نجمنا العربي والمصري، يعني هو مش نجم مصر بس، هو نجم انجلترا كمان في الوقت الحالي. لعب مباراة يعني هو السبب في الجون الثاني والثالث، طبعا بمراغاته. يعني كان ابو تريكه علق تعليق طريف على ديفيد لويز مدافع الارسنال، وقال مفيش حل ان ديفيد لويز عمل كده مع محمد صلاح غير ان محمد صلاح عنده في تشكيلته في الفانتازي ومكابتنه كمان. هو طبيعي كده، يعني ديفيد لويز انا شايفه من اللعيبه القليله جدا. طبعا اخطاء الدفاع في ارسنال زي ما هي، غيرت مدرب، جبت لعيبه، بس جبت لعيبه قدام، ما جبتش لعيبه ورا. انت من ورا فضيحه، انت من ورا شبه ريال مدريد كده بالظبط، مفتوح من ورا، اي حد بيجيب فيك جوان. مش عايز اظلمك واقصو عليك، بس انت رايح تجيب لي ديفيد لويز. ديفيد لويز اللي كان خاربها في تشيلسي، تشيلسي اتخلصت منه وزهقت منه، يا عم امشي يا عم. بس على النقيض بقى من الناحيه الثانيه، مباراه رائعه من ليفربول. ليفربول دفاعيا نص هجوميا، محمد صلاح كان متالق جدا جدا، تسبب في ضربه جزاء واحرز ضربه جزاء. الجون التاني فضيحه، واخطا على الخط وراح بيه، وراح على ضم بيه لجوه وحطها في البعيده. حاجه بسم الله ما شاء الله، محمد صلاح بينافس على صدارة هداف الدوري الانجليزي كده، عنده 3 اهداف. محمد صلاح بيثبت يوم عن يوم انه صفقة ناجحة جدا، وطورها كتير يورجن كلوب. ليفربول بيتصدر، يلا بينا نخش على بقية البيكس. فرانك لامبارد المظلوم بالبداية الظلمة ليه، بيفوز على نوريتش سيتي في مباراة مجنونة. مباراة مجنونة، يتقدم تشيلسي 1، يتعادل نوريتش سيتي 1-1، 2-1 تشيلسي، 2-2. الشوط الثاني بيخلص تشيلسي وبياخد 3 نقاط، وبيحصل على اول 3 نقاط في الدوري الانجليزي من 3 مباريات. ماتش وتغلب ماتش وتعادل ماتش. لامبارد مظلوم، لامبارد مدرب ناشئ وواعد، وهيبقى مدرب كبير في يوم من الايام. وابقوا افتكروا كلامي، فرانك لامبارد مدرب كويس جدا جدا، لعب مباراه في السوبر الاوروبي رائعه قدام ليفربول، بس هو يعني ايه جه من الدار للنار، لعب مانشستر اول مباراه، مباراه صعبه طبعا، ما هيش مقياس ان انا احكم على مدرب من اول مباراه بس اتغلب 4-0. الماتش الثاني كان متقدم وتعادل 1-1 بس مع ليستر سيتي. ليستر سيتي فرقه مش ضعيفه، جه نوريتش سيتي وقدر يفوز عليه بره ارضه، والحمد لله انه فاز، لان لو ما كانش فاز كان ممكن الاقاله تلوح في الافق، مع اني انا شايفه مدرب كويس. انا بقول الحمد لله مشجع، ما بشجعش تشيلسي، بس بحب فرانك لامبارد وشايفه مدرب واعد. تشيلسي كده بيكون عنده 4 نقاط من 3 مباريات، والقادم احسن لجماهير تشيلسي. في مفاجاه من العيار التقيل اللي ما اتكررتش من 27 سنه، بما اني مشجع من مشجعين مانشستر يونايتد، فدي مفاجاه من العيار التقيل. ما اتغلبناش على ارضنا من كريستال بالاس من 27 سنه يا مؤمن، ما اتغلبناش مع تعاقب الاجيال يا مؤمن على ارضنا بقالنا 27 سنه من كريستال بالاس. كريستال بالاس تغلبنا 2-1 يا جماعه، انا كرهت الكوره والله، كرهتها، كرهت ان انا مانشستر يونايتد من سعر السير ما مشى، واحنا مش شايفين، مش عارفين نقف على رجلينا بجد والله، يعني في الدوري مش عارفين نقف على رجلينا. السير حاله، السير مش هيجي زيه، بس لازم ندور على مدرب تقيس سولتشاير. انا لسه مش مقتنع بسولتشاير. سولتشاير يعني مش متحكم في الفريق، مش عارف يتعامل مع النجوم، عنده أليك سانشيز ومقعده وبيلعب بلينجارد، يعني التقي اللي فينا بجد، لينجارد لا يصلح انه يلعب في خط النص، لينجارد مش بتاع خط النص، وحتى مش والله انا مش مقتنع بيه حتى في الوينج. يعني حرام نتغلب على ارضنا بقالنا 27 سنه ما اتغلبناش من كريستال بالاس، نتغلب من كريستال بالاس 2-1 وضيعنا ضربه جزاء والدنيا كانت، يعني ضيعنا فرص وضيعنا الماتش من ايدينا، كل ده بسبب المدرب. المدرب مش مثبت حد يشوط ضربة جزاء. بوجبا ضيع في ماتش، راشفورد شاط اول واحده حطها، في الماتش الثاني بوجبا جات له ضربة جزاء ضيع، راح داخل راشفورد ثاني مضيع. يعني لازم تثبت، يبقى عندك تشكيله. مانشستر يونايتد برضو فاز ماتش اول ماتش
البدايه 4-0 على تشيلسي، كل واحد ايه ده احنا هنكتسب، نتعادل مع ولفرهامبتون اللي ما عرفناش نفوزوا عليها في 4 ماتشات متتاليه، ونتغلب من كريستال بالاس على ارضنا 2-1 اللي ما اتغلبناش منها من 27 سنه، يعني حلاوه بالبسطرمه. مش هينفع، المفروض نركز بقى، ما جبناش مهاجم سانشيز ما يمشيش، لوكاكو ما كانش يمشي، انت ماسك في بوجبا بوجبا ما يمشيش، بس برضه لوكاكو ما كانش يمشي وسانشيز ما يمشيش غير لما كنت تجيب البديل، ارحمنا. بس لوتشاي مانشستر يونايتد 4 نقاط بدوره. طبعا مانشستر سيتي وصيف الدوري الانجليزي حاليا مبابي فوز، بيلعب بره ارضه قدام بورموس، وكلنا كنا متاكدين انه هيفوز وفعلا فاز 3-1. كورته الجميله زي ما هي، جويرو تالق، ديرلينج تالق، دي بروين تالق، ديفيد سيلفا تالق، يعني زي ما انت عايز تقول قول، بس فاجئنا جوارديولا بتعنته وظلمه الواضح لرياض محرز. رياض محرز اول مباراه 3 اسيست، 3 اسيست، لعيب عندي يعمل لي 3 اسيست ما لعبوش ليه؟ تاني مباراه قعدوا ده اتعادل، يبقى افهم بقى ودماغي تبقى ايه، افهم اعمل مداوره ما بينه وبين برناردو سيلفا. لو انا بقى باقي على برناردو سيلفا قوي، مع انه رياض محرز مستواه في الماتش الاولاني كان احسن من برناردو سيلفا في الماتشين اللي بعد كده، ليه بقى لا قعد رياض محرز؟ رياض محرز موهبه بتتدفن، والله والله العظيم موهبه بتتدفن. حرام رياض محرز يقعد ده، يا ريته ما راح السيتي، يا ريته كان كمل في ليستر او راح الارسنال او راح فرقه ثانيه. رياض محرز موهبه بيدفنها جوارديولا. اي نعم جوارديولا بيفوز، بس انت بتظلمه، مش عايزه مش شيء. وانت شاريه ليه؟ شاريه عشان مفيش نادي تاني يشتريه ويستفاد بيه؟ حرام اللي انت بتعمله في رياض محرز ده. رياض محرز لازم يلعب الماتشات الجايه، رياض محرز مش يلعب في الدوري 10 12 ماتش، حرام. رياض محرز ده لو بيلعب اساسي والله ما حد هيقدره، يعني انت بتظلمه. نعم انت فزت وعلى عيني وراسي والمركز الثاني واخد بطولات، بس مش عايزه مشي. رياض محرز مش بتاع ده. السيتي طبعا بيحتل المركز الثاني في الدوري الانجليزي، جوارديولا ما تفهمش دماغه ماشيه ازاي، ما احناش عارفين ماشيه ازاي، بس هو بيقدم اداء ولا اروع، بس انت لعيب عندك مش عايزه مشي. مفاجاه برده ما حدش كان متوقعها، نيوكاسل على ارض توتنهام بيفوز 1-0. توتنهام برده لغز محير، فازت ماتش وتعادلت ماتش وتغلبت ماتش، بس التعادل عادي، تتعادل مع مانشستر سيتي عادي، حاجه عاديه يعني، تتغلب من نيوكاسل دي بقى اللي مش عادي. كله كان متوقع ان توتنهام هتنزل تاكل نيوكاسل وسكور وي 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 وي، بس ما فيش الكلام ده، علامات استفهام. إريكسون قاعد بره، لوكاس مورا قاعد بره، يعني انا مش فاهم انت بتفكر في ايه. بوتشيتينيو كده زي ما قلنا عندها 4 بونت برضو، بس شايف ان إريكسون لو مش عايزه مشي، انت مقعده ليه لغايه دلوقتي. نيجي بقى للدوري الاسباني وريال مدريد. ريال مدريد موسم الضحك ابتدى بدري السنه دي في الدوري الاسباني، ده موسم الضحك طويل السنه دي. ده برشلونه اتغلب اول مباراه وتاني مباراه فاز 5 يا مؤمن. الماتش الاولاني ريال مدريد فاز بره ارضه 3-1 على سلتا فيجو وفرقه تقيله، وتعادل على ارضه مع بلد الوليد 1-1. يبقى مش عايزني اضحك؟ لا اضحك والله، والله أضحك. يعني ريال مدريد انا شايفه السنه دي بيمر بموسم كارثي. اللي بيتصدر مين بقى؟ ده ملوش دعوه، ده ماشي على جنب كده وبيتسحب وهياخد الدوري، وحاسه هياخد الدوري السنه دي. لو ما كانش برشلونه يبقى هو اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد فاز الماتشين 1-0. سيميوني انا 1-0، الثلاثه بونت خدتهم خلاص كده تمام، هو بيتسحب. لكن ريال مدريد دفاعيا الاخطاء الكارثيه في الدفاع كارثيه. ريال مدريد لو كمل بالمنظر ده وما دعمش في يناير بمدافعين، والله العظيم ما هنشوف. اصلا مش هنشجع ريال مدريد للاسف، مش هنشوف والله، مش هنشوف بجد والله والله. ما فيش غير راموس ورا الدفاع، ما فيش والله. ده ممكن ننهي ثالث او رابع، ده لو ثالث ورابع ده حلو الحمد لله، لكن ننافس والكلام ده ما فيش الكلام ده، ده احنا هنتشلوى والله، هنتشلوى السنه دي. برشلونه بقى جريزمان المكنه طلعت قماش. جريزمان كله كان بينتقده في الماتش اللي فات والماتشات الوديه، يا جماعه جريزمان لعيب كبير، يا جماعه اهدوا. قدر يجيب جولين امبارح ويقود برشلونه الفوز 5-2 على ريال بيتيس. ريال بيتيس طبعا كان متقدم 1-0، بس زي ما بيقول كده الهدوء الذي يسبق العاصفه، وهي اللي فتحت على نفسها ابواب جهنم. دب دب من هنا كوره، من هنا كوره، النتيجه تبقى 5-2 ويفوز طبعا برشلونه من غير ميسي، من غير سواريز، من غير ديمبلي، كوتينيو مشى، بيفوز. برشلونه هتبقى فرقه جامده، بس برده انا عندي رايي فالفيردي لازم يمشي ولازم يجي مدرب احسن من كده. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، بس قبل ما ننهي الحلقه عايز اخد رايك في موضوع رياض محرز. قول لنا في الكومنتات انت ايه رايك في رياض محرز. رياض محرز يستنى في مانشستر سيتي؟ طب ايه اللي هيحصل؟ طب هو السنه الجايه يمشي ولا في نص الموسم يمشي؟ لو مش هيلعب اساسي انت شايفه يكمل في مانشستر سيتي ولا ما يكملش في مانشستر سيتي؟ دي من ناحيه. من الناحيه الثانيه انت شايف برده ريال مدريد وحل ريال مدريد ايه، ودفاع ريال مدريد عامل ازاي، وانت كمدريدي متوقع موسم ريال مدريد عامل ازاي؟ انا عن نفسي متوقع موسم كارثي السنه دي لريال مدريد، وشايف ان ريال مدريد فرقه السنه دي مش هتبقى كويسه لو ما دعموش في شهر يناير. وبالنسبه لرياض محرز انا شايف لو رياض محرز
ملعبوش بصفه اساسيه او ما اعملش مدوره روتيشن ما بينه وبين برناردو سيلفا، لا لازم رياض محرز يبحث عن نادي تاني في شهر يناير. برضو رياض محرز مش هيروح فرقه قليله، رياض محرز 1000 فرقه تتمناه وكل فرقه تتمناه. رياض محرز بيقدم اداء كويس كده. بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما ياريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك وشير للحلقه. سلام.